أخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصليب. ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيرواني كان آتيا من الحقل، ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمهور كثير من الشعب، والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها: طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع. وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه،